وكان الرئيس السيسي تفقد امبارح عدد من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها مدينة الفنون والثقافة والحي الحكومي، فضلا عن القيادة الاستراتيجية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صلاة الجمعة بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة كمدينة الفنون والثقافة بما فيها دار الأوبرا الجديدة وكذلك الحي الحكومي، فضلا عن القيادة الاستراتيجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، مؤكدا ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة والتي يتم إنشاؤها لتصبح منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي، وستضم عددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة التي تعد جزءا أساسيا من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط. كما تفقد السيد الرئيس الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والذي يقع على مساحة 550 فدان، وسيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.